خلاص يا حاج هاني ما فاضلش غير دور واحد. بقالك تلات ادوار بتقول لي ما فاضلش غير دور واحد. امال يعني هقعدك قبل ما تطلع؟ انا عندي الاهل والدكتور حرج عليها اطلع سلامي. معلش انا كنت قلت لك في الدور الرابع ما كنتش جيت معايا اساسا. دينا؟ ده عصام. انت مين؟ ده مأذون. مأذون بتاع ايه يعني؟ اللي هيطلق باباكي ومامتك. يا نهارك اسود، وانت اللي جايبه بنفسك؟ هنعمل ايه يعني؟ باباكي اتخانق مع مامتك ومامتك قالت له هات المأذون، راح هو اتلكك قال لها هاتي انت، فما لقيتش حد غيري يجيبه لها. فانت سمعت كلامها؟ امال يعني خليها تجيب مأذون من على النت؟ ماشي يا عصام، ماشي والله العظيم انا فوتها لك، اطلع لي بس. ستر يا رب. من دي يا استاذ عصام؟ دي المفروض خطيبتي. طب ابوس ايدك، لما تيجي تتجوزها مش هشوف لكم مأذون غيري. انت كملت اساسا لغايه لما اتجوزها. اتفضل يا مولانا، اتفضل اتفضل يا حاج اتفضل.